اليوم يعني بهاي الايام اللي انا اعتبرها يعني ايام عصيبه علينا، يعني بعد الفاجعه اللي المت بينا في مدينه الموصل، هذا المصاب، هذه الكارثه اللي اصابت العراقيين اجمعهم. اليوم كنا مع قسم من اهالي الضحايا في منطقه الغابات وشفنا بعض التجمعات، واليوم احنا يمهلنا في بازوايه معهم في مجلس العزاء إن شاطرهم الأحزان. لا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن شاء الله الله يتقبل الشهداء متقبل صدق. نعزي أنفسنا ونعزي أبناء العراق جميعا وأبناء المصر بشكل خاص على هذا المصاب الأليم الكبير، حقيقة يعني تعجز الكلمات أن توصف الحزن اللي يعني يأتي أنفسنا ويخترجها، حقيقة جدا الألم كبير، ولكن هذا قدر الله الذي لا مفر منه، الحمد لله ذا أحمد على مكروه سواه. نتمنى تكون هذه الحادثة هي خاتمة الأحزان لهذه المحافظة، وأيضا لابد أن نقول الرحمة للشهداء الذين سقطوا في هذه الحادثة، وأيضا الصبر لذويهم، الله يساعدهم ويكون في عونهم. يعني في بعض البيوت عائلة كاملة راحت، ونتمنى الله وإن شاء الله احنا راح نكون أيضا عون عليهم. نتمنى تكون هذه الحادثة هي نقطة جديدة للانطلاق لخدمة هذه المحافظة وأهلها من أجل رفع مستوى الخدمات بكافة اتجاهاتها. هو شيء مؤلم لنا نحن، لأنه هؤلاء اللي فقدناهم ليسوا غرباء عنا، إنهم أولادنا، إنهم أبنائنا. نشعر بأننا خسرنا أشخاص من عندنا نحن. لا أشعر نفسي أنا غريب عن أهل وذوي هؤلاء الناس. أنا ابن الموصل وأفتخر أن كل أهل موصل فعلا لهم هذا الشعور، لأنه كلنا واحد، وأملنا أن ترجع موصل واحدة حتى نعيش كما كنا بمحبة وتفاهم. اللهم ارحم المفقودين، اللهم ارحمنا نحن وذويهم، وابعد عنا كل مكروه، فموصل تستحق أن تعيش بخير وسلام مثل أخواتها المحافظات الأخرى في العراق. نعزي أنفسنا ونعزي العراقيين جميعا وأهالي مدينة الموصل، خصوصا بهذا المصاب وهذه الفاجعة الكبيرة التي حلت بأبناء مدينة الموصل قبل يومين. وتضامنا مع أهل مدينة الموصل، اليوم أقامت أهالي قرية بازوايا هذا العزاء في قرية بازوايا تضامنا مع ذوي الشهداء. نسأل الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين.